السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرح اليوم بإذن الله الواجب الرابع لمادة اللينير الجبرا. الواجب مكون من مجموعة من أسئلة الترو والفولس وأسئلة الاختيار من متعدد أو الـ MCQ. السؤال الأول بيقول الكوادراتيك فورم هي عبارة عن بولينوميال أو دالة كثيرة الحدود مكونة من أي ديجري؟ الكلام ده طبعا فولس. لازم نبقى عارفين إن الصورة العامة للكوادراتيك فورم في حالة الـ R2، وكلمة R2 هنا مقصود بيها إن أنت عندك متغيرين اتنين وفقط، X1 وX2. لو في الـ R3 يبقى X1 وX2 وX3. كلمة كوادراتيك بقى مقصود بيها إنه أعلى أس موجود عندي هيكون تربيعي أو اتنين، وإن الكومبوننت أو المكونات اللي موجودة عندي تكون عنصرين مضروبين في بعض كحد أقصى. يعني شايفين هنا X1 تربيع، X2 تربيع، X1 X2، X1 تربيع، X2 تربيع، X3 تربيع، X1 X2، X1 X3، X2 X3. يعني كل الكومبوننت اللي موجودة عندي يا إما هيكون عبارة عن حاصل ضرب المتغيرين اتنين، أو إن يكون متغير واحد فقط مرفوع لأس اتنين. ما عنديش حاجة مرفوعة لأس واحد وفقط، يعني ما عنديش مثلا تقول لي 2X زائد 3Y أو 2X1 زائد 5X2، مفيش حاجة زي كده، دي مش كوادراتيك. السؤال رقم 2 بيقول الكونجوجيت للكومبلكس نمبر أو العدد المركب 1 زائد 6i هو سالب 1 زائد 6i. برضو ده كلام فولس. علشان نفهم فولس ليه، احنا عارفين لما يكون عندنا زد، والزد ده عدد مركب يعني مكون من عدد أو جزء حقيقي اللي هو الـ A والجزء التخيلي اللي هو الـ BI، فإن الكومبلكس كونجوجيت اللي هنرمز له بالرمز زد بار بيكون هو نفسه الجزء الحقيقي ولكن بنغير إشارة الجزء التخيلي. يبقى كل الحكاية كلها هنقول هو 1 ناقص 6i. رقم 3 بيقول الديترمينانت أو المحدد للأورثوغونال ماتريكس هتكون قيمته إما 1 أو سالب 1، ودي نظرية يعني كلام ترو. رقم 4 بيقول أي كوادراتيك فورم ممكن نمثلها على شكل سيمتريك ماتريكس أو مصفوفة متماثلة. التصحيح بتاعنا بيقول إنه الـ A لو كانت هي مصفوفة متماثلة ومصفوفة مربعة، وكان عندك الـ X كان هي عبارة عن كولوم فيكتور، فإحنا ممكن نقول إن الكوادراتيك فورم اللي هي الـ QA of X بتساوي الـ X ترانسبوز مضروب في المصفوفة مضروب في المصفوفة X. ده هو الكوادراتيك فورم. السؤال رقم 5 محتاج مننا تركيز شوية. هو بيقول لو أنت عندك الـ X لا تساوي الزيرو والـ Y لا تساوي الزيرو، فإن الكوادراتيك فورم 5X تربيع وY تربيع هي أي مما يلي. علشان نحل السؤال ده تعالوا ناخد الجزء النظري. بيقول لي هنا لو أنت عندك الـ A كانت مصفوفة سيمتريك أو مصفوفة متماثلة، فإن الكوادراتيك فورم بتاعتها يعني الـ X ترانسبوز AX هتكون واحدة من الثلاث حالات، يا إما positive definite أو negative definite أو definite.
لو كان حققت الشرط الخاص بيها. طيب والشرط ده بيكون ايه؟ والله لو هي positive definite يبقى كل قيم الـ eigenvalue هتكون موجبة، يعني أكبر من الصفر. لو كل قيم الـ eigenvalue أقل من الصفر أو سالبة يبقى negative definite. لو كان فيها واحدة موجبة وواحدة سالبة على الأقل يبقى هي indefinite. يعني معنى كده إن إحنا علشان نستخدم النظرية دي لازم نروح نجيب الـ eigenvalue. بس ده الـ eigenvalue دي إحنا كنا بنجيبها لمصفوفة، واللي هو مدهوني هي quadratic form. يبقى لازم نروح نحول الـ quadratic form دي للماتريكس form. الماتريكس فورم دي كنا بنحسبها ازاي؟ كنا بنيجي نقول هنا هيكون معامل الـ X تربيع، وهنا معامل الـ Y تربيع، وهنا معامل الـ XY مقسوم على 2، معامل الـ XY على 2. فمعامل الـ X سليم، معامل الـ X تربيع هنا كام؟ هو 5، يبقى هنا 5. وهنا معامل الـ Y تربيع اللي هو القيمة اللي قبل الـ Y تربيع المفروض انه هنا 1. وطبعا ما عنديش هنا معامل الـ XY، يبقى هنا ما فيش حاجة، فهنحط 0 وهنا 0. دي هي الماتريكس فورم المناظرة للكوادراتيك فورم المعطاة. طيب ده انا عايز اجيب لها الـ Eigenvalue. احنا كنا بنقول انه فيه نظرية بتقول لما يكون عندك مصفوفة تريانجلر او مصفوفة مثلثية بانواعها سواء الأبر أو اللور أو الدياجونال، يعني المصفوفة القطرية اللي كل عناصرها صفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي، فإن الأيجين فاليو هي قيم القطر الرئيسي. يعني معنى كده أن الأيجين فاليو بتاعتك هتبقى 1 و5. طيب القيم دي موجبة ولا سالبة ولا فيها موجب وسالب؟ هي كلها موجبة، يبقى معنى كده أن أنت positive definite. يبقى اخترنا الإجابة دي لأن احنا حولنا من matrix أو من quadratic form لmatrix form، وبعدين أوجدنا الـ eigenvalues ومنها استخدمنا النظرية اللي قدامكم. السؤال رقم 6 بيقول الـ conjugate للمصفوفة اللي قدامك هي أي مما يلي. احنا لسه قايلين ان الكونجوجيت بيساوي هو نفس المصفوفة او نفس المتجه، ولكن بنغير اشارة الجزء التخيلي. فمعنى كده ان التلاتة اي دي هتبقى سالب تلاتة اي، وهنا السالب اي هتبقى موجب اي، وهنا طبعا مفيش جزء تخيلي فهتفضل زي ما هي، وهنا واحد زائد اي فهتبقى واحد ناقص اي. رقم 7 مديني هنا مصفوفة وبيقول لك الكوادراتيك فورم بتاعتها هتكون أي مما يلي. يبقى هنا دلوقت مديني الماتريكس فورم وعايز الكوادراتيك فورم. احنا كان بيبقى عندنا A X تربيع و B Y تربيع، وهنا كان بيبقى فيه 2 C X Y، وكنا بنيجي نقول احنا عندنا مصفوفة مربعة 2 في 2. طبعا لو احنا بصينا في الاختيارات هنلاقي فيه متغيرين 2، فهنا يكون X وهنا Y وهنا X وهنا Y. الجزء هنا هيكون معامل الـ X تربيع. طيب معامل الـ X تربيع من المصفوفة دي قيمته كام؟ قيمته 3. طيب وهنا الواحد ده معامل الـ Y تربيع، وهنا اللي هو سالب 2 ده معامل الـ XY ولكن مقسوم على 2. ناخد الأرقام اللي في المصفوفة ونعوض بها هنا، يبقى الـ A بـ3 والـ B بتساوي 1، والمفروض إن الـ 2C أو الكمية دي لما قسمناها على 2 بقت سالب 2. يبقى هنا دلوقت الكمية دي بكام؟ بسالب 2. نروح نعوض في المعادلة فهتلاقي 3 X تربيع زائد الY تربيع ناقص، ناخد الرقم ده اللي هو سالب 2 نضربه في 2 يبقى سالب 4 XY. طبعا هو هنا ادي الـ 3 X تربيع وادي الY تربيع،
وسالب 4 اكس واي. التمرين اللي بعد كده بيقول البولينوميال اللي بالصورة الموضحة x زائد y تربيع زائد z تكعيب هي أي مما يلي. احنا لسه قايلين أصلا إن الكوادراتيك فورم بتكون مكونة من عدد من الرموز وبتكون الأس بتاعها أقصى حاجة تربيع، يعني عارفين لو هي x زائد y تربيع كنت ممكن أقول لك ممكن، بس طبعا ممكن ما يكونش x لوحدها، تكون x y. إنما هنا في تكعيب، وجود التكعيب ده معنى كده إن دي على طول ما هيش كوادراتيك فورم. هو هنا حب يضحك عليك فقال لك إنه دي كوادراتيك فورم ولكن فيها متغير واحد أو متغيرين أو ثلاث متغيرات. ما عنديش الكلام ده أصلا. التمرين رقم 9 بيقول إن كل كوادراتيك فورم بتكون مكونة من ثلاث مصفوفات اللي هي المتجه x ومصفوفة مربعة A والفيكتور x ترانسبوز. ده كلام ترو. المصفوفة أو الكوادراتيك ماتريك كوادراتيك فورما بيساوي x ترانسبوز A في الx، فطبعا الx ترانسبوز دي عبارة عن فيكتور والx هتكون هي كولوم والA هي مصفوفة مربعة. التمرين اللي بعد كده بيقول إنه المصفوفة أو الماتريكس المناظرة للكوادراتيك فورم دي هي كما يعطى. إحنا دلوقت مديني الX تربيع ناقص الY تربيع، عايز يحولها من مصفوفة وياخد أو آسف من كوادراتيك فورم ويكتب المصفوفة بتاعتها. كنا بنقول هنا معامل الX تربيع وهنا معامل الY تربيع. معامل الX تربيع هيكون واحد، معامل الY تربيع سالب واحد، يبقى هنا هيكون واحد وهنا سالب واحد. وبعدين هنا معامل الXY مقسوم على 2، طيب ده مفيش XY، يعني هنقول 0 على 2 يديني 0 وهنا هيكون فيه 0، يبقى المصفوفة هتكون 1 0 0 سالب واحد، يبقى الجملة دي ترو. الفقرة رقم 10 بيقول لما يكون قيمة الx لا تساوي 0 فإن الكوادراتيك فورم x ترانسبوز مضروبة في الA x دي نيجاتيف ديفينيت. بالنسبة لموضوع بوزيتيف ديفينيت ونيجاتيف ديفينيت وإنديفينيت فده ليه أسلوبين في الحل، يا إما هتجيب الأيجين فاليو وعلى أساس الأيجين فاليو تحدد أي من ديفينيت فاليو، هل هي هتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا انديفينيت، او النظريه الثانيه ان انت تحدد من الكوادراتيك فورما. يبقى اقول تاني، انا ممكن احدد الكوادراتيك فورم دي هي اي نوع من الثلاثه، اما بالطريقه دي او ان انا اروح اجيب الايجن فاليو بقى واطبق النظريه اللي لسه شرحينها. فهو بيقول لو انت عندك كوادراتيك فورم على الصوره دي فهيتقال إن هي نيجاتيف ديفينيت لو كان الـ X ترانسبوز A X أكبر من الزيرو. طبعا ده كلام فولس. بصوا كده لكلمة نيجاتيف ديفينيت، هتلاقي إن الـ X ترانسبوز A X مالها أقل من الزيرو. وكنا قلنا لو كانت الـ Eigen Value موجبة يبقى بوزيتيف ديفينيت، لو الـ Eigen Value كلها سالبة يبقى نيجاتيف ديفينيت، لو الـ Eigen Value شوية كده وشوية كده يبقى Indefinite. آخر تمرين عندي بيقول لو أنت عندك مصفوفة مربعة ولكن بتحتوي على أعداد تخيلية، يعني Square Complex Matrix A، يقال إن هي Unitary Diagonalizable لو كان في Unitary Matrix بحيث إنها تحقق الB أستريكس AB. فطبعا الاختيار هيكون Diagonal Matrix هيكون فيه Complex Entry. دي عبارة عن تعريف، وده تعريف متاخد نصا من الكتاب معلهوش أي حاجة عملي. فبيقول انت عندك مصفوفة مربعة بتحتوي على أعداد مركبة هيقال ان هي Unitary Diagonal Matrix لو كان فيه يونيتاري ماتريكس
بحيث انه ال بي استركس ايه بي بتساوي دي، ودي هتكون كومبلكس دياجونال ماتريكس، يعني العناصر القطر الرئيسي بتاعتها بتكون اعداد تخيليه. وبكده بينتهي الواجب الرابع. بالتوفيق ان شاء الله.